الحلوي من جديد، الحارثي طويلة للعنزي تنقطع، ما بتخرج تبقى بالملعب. أحمد الغمدي، كرة بالعرض للمرزوق، بيتقدم المرزوق، بيتقدم بيلعب كرة بتنقطع، تبقى سعودية مع العنزي، وهدف تاني يمكن للنصر، هدف تاني للنصر، والهدف التاني للنصر. 2-0. ماجد عبد الله، بلاي الصحراء، ماجد عبد الله بيعمل النتيجة 2-0 للنصر السعودي بعد خطأ من الدفاع التركماني والأعلام الصفراء والزرقاء. ترتفع بملعب الملك فهد من الرياض احتفاء بتسجيل النصر بالدقيقة 39، هدف تاني بواسطة بلاي الصحراء، ماجد عبد الله. ماجد عبد الله بيعمل النتيجة 2-0 للنصر على فريق قبداج التركمانستاني، وطبعا فرحة كبيرة للجماهير السعودية المحتشدة بملعب الملك فهد احتفاء بهالهدف الثاني للفريق السعودي فريق النصر. 2-0 قبل نهاية الشوط الأول بست دقائق. مهمة أصبحت صعبة جدا على فريق قبداج. ماجد عبد الله هو المعروف أكثر ببيلي الصحراء، بيسجل الهدف الثاني للنصر السعودي. كمان مرة لاحظوا خطأ بالدفاع التركماني بيعطي الهدف الثاني للسعوديين. 2-0. ماجد عبد الله إذن سجل هدف ثاني.